السلام عليكم. كنقدم لكم رئيسة الجمعية اللي هي معروفة بحلويات نجاة الطنجاوية. الصبور ديالنا كنعقل كنا كنعملو سكسو، كان كيجي با كيقول لنا عدلوا لي سكسو كيديه للجامع. قبل كنا كنديو للجوامع، فين هذيك كيعمل رفيسة كل واحد واش كيعمل، ولكن حنايا التقاليد ديال الشامل كنعملو إما سكسو بالتفاية أولا السفة بالدجاج واللوز والزبيب. واليوم إن شاء الله يا ربي غنوريكم بطريقة شمالية كيفاش كنعملو السفة طنجاوية. بسم الله مقادير، غادي نكبو عليها بعدا السفة، نكبو عليها الزيت، نسقيوها مزيان مرة الأولية بالزيت، وكنرشو عليها شوية ديال الملحة صافي، وكندخلو هاد الزيت مزيان السفة ديالنا. كتعجبني هاد السفة هادي رقيقة رقيقة بزاف، هادي هي الشعرية اللي كنخدم بها أنا. كاين الناس كيقولو كتعجل لهم السفة مي كيكونو كيعملوها بالعكس، السفة ودا بغيتي متعجل لكشي عمل فيها الزيت مرة الأولية كتعمل فيها الزيت. كنعملها في الكسكاس وكنعملها تفور، كنغطيوها بالميكا بالسلوفان، ما تخافوش راه ما كتعرقش، كنعملوها بالسلوفان وكنزيدو عليها واحد السربيطة من الفوق. دابا غنبدا تفور تمن واحد ربع ساعة في المكانة وغادي نعرق عليها. دابا إن شاء الله يا ربي ملي كنعملو السفة ديالنا تبخر غادي نرجعو للطريقة ديال العطرية كيفاش كنعملو الدجاج ديالنا اللي غادي نطيبوه ديال السفة. بسم الله، عندي هنايا مغرفة ديال الإبزار، مغرفة ديال سكينجبير، مغرفة ديال الخرقوم البلدي، نص مغرفة ديال القرفة، ومغرفة ديال العطرية ديال الدجاج. غادي نضيف واحد الملون اللي بغاه يعملو اللي ما بغاش يستغنى عليه، لان عندنا خرقوم البلدي، عندي هنايا السمن الحار، السمن البلدي حنايا ضروري نعملو طنجاوة بلدية من السمن الحار. لو اذا ما كانش السمن في الدار بحال اللي ما كاين والو، عندي هاد الجوزة اللي باش نفكها. عندي هنايا هذا الربيع اللي باش نقبطو، ما نقطعوش الربيع السفة ما كيكونش، انا عندي هاد السلوفان لويتو به، والربيع ديال السفة ما كيكونش مطحون مع البصلة باش ما كيجيوناش ديك فتاوه ديال الربيع مع الشعرية ديالنا. غنخليو هنايا على جنب، ودابا غنكبو شوية ديال الزيت وغنعمل الملحة ديالي. عندي هاد جوج دامص ديال القنوط ديال الزعتر، مزيان، ودابا غنحرك هاد العطرية كاملة مع بقيتها بها باش غندهن الدجاج ديالي. دابا غندهن الدجاج ديالنا مزيان، ندخلو فهاد الجوانب هادو فهاد الرجيلات، عندنا واحد الخوا اللي كيبقى هنايا باش الدجاج ديالنا كيجي لذيذ. هادي هي الضرميرة اللي غادي نضرمرو فيها، غنشبرو غنمشيو لهاد الصدورة هادو من هاد الصدرة وغادي نفلحوهم، غنعملو بحال واحد اكس باش طيب وكيجيو حتى الصدرة كتجي لذيذة. ودابا غنهز الدجاج ديالي غنعملو مهيبة، غادي مسلسين دائما
وغادي نقلبهم على السدره. جوج ديالي كنقلبو على السدره لان السدره هي اللي كتدي طياب شويه. هانشوفو هاد البصله اللي طقطقتها هيدا. عندي هنايا واحد خمسه ديال البصلات طقطقتهم بحال اللي كتشوفو، وغنعملو مع الدجاج. صافي كنزيدو هاد العطريه هادي، ما كنديروها شي. وسمح لي كنقدم واحد التحيه كبيره 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 بزاف للشيف ديالي سمية قاشورة، كنقدم لها تحيه كبيره بزاف. وصراحه الله حتى هي الفضل كيرجع لينا بزاف د الحاجات. انا واخا انا كنت طيابه مع الوالده ديالي، علمتني الوالده ديالي، ولكن انا صراحه الله الفضل السيد ديال الشيف سمية قاشورة ما ننساهش عمري حياتي. ودابا غنمرق الدجاج ديالي باش نردو يطيب. دائما كنمرقو بالماء بارد. ملي عملتي المطايف في اللحم اولا في الدجاج راه كيبسل، كتبسل لك ديك اللحم كامله وكيبسل حتى ديك الدجاج. صافي غنزيد لها شويه ديال الزويته وغنرد الطنجره ديالي. صافي الشعريه ديالنا بعد ما تفورت تفوره الاوليه بالزيت بحال اللي قلت لكم نتوما كتشوفوا تشوكت. ودابا غادي نكب عليها الماء عليها، عاود كنعملها هكذا تقطار وكاروطه تفور. هي في الماء ما كتعجن ما والو، دعمت ولا الزيت في الاول وتبخرت بالزيت راه ما يوقع لها حتى شي حاجه. دعملتوها هذاك بوحديتها، ملي عاد جيت كنكبوا عليها الماء راه ترجع عجينه وحده. انا بعاني كبيت عليها الماء بزاف باش تشوفوها لان هي راه ما كتعجنش. كبيتي عملنا السلوفان هو الاولي، عاد عملت فوق منه السربيطه ديالي. دابا غنعمل السربيطه هي الاولى هيدا، عاد غنعمل عليه السلوفان. عملتو لي كان عندي لي كانت عندي الصفة ديالي كتبخر، عملت باش ما نضيعش الوقت الزبيب عملتو في الماء لي كان لي كتبخر فيه الصفة. عملت واحد العاود ديال القرقة وخليتو يتبخر معاها يطيب معايا. هذا هو الزبيب لي عندي مسلوق في الماء والعويد ديال القرفة، العويدات ديال القرفة. ودابا منين طاب غادي نكبو في المرقة ديالي، هنكبو في المرقة اللي غادي نعمل بها السفة. السفة ديالنا هي وجدت نتوما كتشوفو طيبة ومفورة ورطبة تبارك الله. دابا مبقى لينا غير نعملوها في المريقات. ديالنا ها هي رطبه فيها ثلاثه ديال التصويرات والرابعه هي اللي بالزيت. صافي وكنبداو نقلبوها هكذا.
وهذا هو الطبق الشمالي ديال طنجاوة. الزويته اللي عندنا هنايا هذه راه الزبده، كندهنوا بها الدجاج ديالنا باش كيبقى يعطي واحد اللمعه لمعان واحد البريو. غنديروا هذا الشيء وكنشكركم بزاف، وكنتمنى الطبق ديالي ان شاء الله شمالي يكون عجبكم. وهذا هو الطبق اللي عندنا حنايا مفضل نهار 26. الصحه والراحه، وكنتمنى الاخوات كاملين كل كنت عند حسن الظن ديالهم وكنت خفيفه على قلوبهم.